ننهض اليوم باكرا مع شروق الشمس. أعددنا لكم برنامجا حافلا. عبر هذا الجسر سنصل إلى كاليفورنيا، الولاية الساحلية الغربية من أمريكا، هوليوود وديزني لاند وعاصمة الكمبيوتر، والمتنزهات الوطنية الجميلة موجودة في كاليفورنيا. سان فرانسيسكو البلدة التي تكتسب سمعة المدينة الأجمل في أمريكا، حيث ما زال بإمكانك أن تقود صعودا ونزولا. سيتي هول، هذا يعني مجلس المدينة. هذا المجلس في ساكرامنتو عاصمة كاليفورنيا، ويبدو شبيها بالقصر. ما رأيكم أنتم؟ يمكن رؤية السيارات الأمريكية النموذجية في كاليفورنيا، وشباب أمريكيون على دراجات نارية قوية، والترامواي الأمريكي في سان فرانسيسكو، لابد وأنكم رأيتموه في بعض الأفلام أو في المسلسلات. إنها تصعد هضاب فريسكو، وحتى السياح يحبون التنقل فيه، وعدد السياح كبير لأن عدد المغريات هائل. انتباه، هؤلاء ليسوا سياحاً، إنهم صينيون كاليفورنيون أصليون. المدينة الصينية في سان فرانسيسكو كبيرة وتعج بالحياة، بإمكانك العثور على ما تشاء هنا، لكن لائحة الطعام بالصينية من الأفضل الاختيار بالنظر. فلنبدأ. الموسيقى وكاليفورنيا أمران ينتميان لبعضهما البعض. لا أحد يشعر بالخجل والمستمعون كثر، حتى أنهم ينضمون إليك. وبالمناسبة، من كاليفورنيا المشمسة يأتي هيبيو أجيال الورود. Live a life in peace and you. صيدوا رصيف البناء، أمر كهذا لا يمكن تفويته. كاليفورنيا بأسرها تقع على ساحل المحيط الهادئ، وبفضل هذا الأمر فإن الطعام البحري وافر هنا. لكن احذر أصابعك. وب يا لجمالها. يسمى الجسر البرتقالي البوابة الذهبية، وتسمى كاليفورنيا الولاية الذهبية. أحد الأسباب وراء ذلك هو وجود كروم العنب التي تساعد الشمس الساطعة هنا على نموها. وبسرعة نعود إلى الماء. هل تحبون الفقمة؟ إنها تحب شواطئ الهادئ. أحد أنواعها يسمى بفقمة كاليفورنيا. بعض الأبنية القديمة تذكر بالمكسيك، وهي بلاد جنوبية مجاورة. حتى هنا في كاليفورنيا فإن المدن الأولى قد أسسها الإسبان، لذلك السكان المحليون يتحدثون الإسبانية. في الماضي اجتذبت كاليفورنيا الناس بحقولها الذهبية، لذلك فإن أعداداً كبيرة من الحالمين بالثراء السريع أتوا إلى كاليفورنيا. اليوم تجتذب كاليفورنيا أبطال صناعة الكمبيوتر، تعتبر منطقة سيليكون فالي عصب الكمبيوتر في العالم. لكن المدينة الأكثر شهرة في كاليفورنيا هي جزء من لوس أنجلوس، إنها هوليوود. هوليوود تعني الأفلام. بإمكانكم القيام بجولة في استديوهات صناعة الأفلام، أو إلقاء نظرة على النجوم الشهيرين على أرصفة شوارع الشهرة والمجد. وانظروا، إنه الشهير شارلي تشابلن شخصياً. وأين يعيش المشاهير؟ على مقربة من لوس أنجلوس في بيفرلي هيلز. للأشخاص الفضوليين ومحبي الإشاعات، فإن خرائط بأسماء الممثلين والمشاهير جاهزة. هل أنتم راضون؟ أم أن علينا تفضيل شيء أكثر إثارة للاهتمام؟ ما رأيكم بالكرة الطائرة أو بكرة السلة على الشاطئ في بداية المساء؟ أو بنزهة على الكورنيش؟ ربما نلتقي بفنان ما. تقدم كاليفورنيا مقداراً لا ينتهي من المغامرات، لكننا رأينا ما يكفي اليوم.
أهرامات جميلة ومعابد فرعونية ومنحوتات هائلة، كل هذا بانتظارنا في عالم الفراعنة في مصر. هذه البلاد الجميلة هي في إفريقيا، وهي مليئة بعجائب العالم. هل تعرفون لماذا يسافر العديد من الناس إلى هنا؟ بسبب الأهرامات طبعاً، ومن يرغب في الاستمتاع بمشاهدتها عليه الوصول إليها على ظهر جمل. كلمة باير المأخوذة من بيراميد تعني الشعلة، والتي تبدو بعض الشيء مثل الهرم. دفن المصريون حكامهم الفراعنة في الأهرامات. ما هذه الصور؟ إنها كتابة يدوية مصرية قديمة تسمى الهيروغليفية. لقد مر الزمن قبل أن يتمكن الناس اليوم من تعلم قراءتها، وانظروا إلى هذه الصور الجميلة. انظروا، منحوتة ذهبية، هذا قناع موت الفرعون توت عنخ آمون. إلى أين يذهب كل هؤلاء الناس؟ إلى الأقصر لمشاهدة هذا المعبد التاريخي ذي المنحوتات الكبيرة عند المدخل، أو لرؤية هرم آخر. واو، تبدو هذه كعدة خطوات هائلة باتجاه الفردوس. الآثار في كل مكان، لكن أين يعيش المصريون اليوم؟ ربما هنا. هذه العاصمة المصرية القاهرة. يقال إن من لم يرى القاهرة فإنه لم يرى العالم. إنها أم الدنيا بالنسبة للمصريين. إنها المدينة الأكبر في إفريقيا. أسرعوا، سنقوم بالتبضع. اختاروا، هل تريدون الذهاب إلى السوق؟ أم إلى البازار؟ أم إلى محل الأقصر الفاخر؟ احذروا أثناء السير في الشوارع، الجميع ينادون على بضائعهم وهناك الكثير من الجلبة. يعثر المصريون على بعض الوقت لتناول فنجان من الشاي وتدخين النرجيلة أو للتسلية. استنى، انتظر، إنني لم أقل لكم شيئاً بعد عن نهر النيل، النهر الأطول في العالم. يقال إن مصر هي هبة نهر النيل. الغالبية العظمى من الناس يعيشون على ضفافه، الأماكن الأخرى ليست سوى صحراء. هل ترغبون في الذهاب في نزهة على متن هذا القارب، أو على متن هذا الطراد، أو ربما ترغبون بانتظار القارب البخاري؟ بإمكاننا زيارة مكان آخر في هذه الأثناء. ربما يقدمون لنا الطعام الوطني، الفول المضاف إليه بعض الحامض مع الخضار أو المعدة في شطيرة. أخيراً، ها قد وصل القارب البخاري. في طريقكم عبر نهر النيل بإمكانكم رؤية أشجار الموز وقصب السكر، وكذلك شجرة الحياة المصرية، إنها النخيل. بإمكانكم رؤية الجمال والخيول والحمير والخرفان والجواميس. انظروا، بهذه الطريقة يخبز الناس خبزهم. إننا نمضي قدماً. الآن سأخذكم أخيراً إلى الصحراء، سأخبركم حكاية. المعبد الموجود في أبو سنبل كان لمدة طويلة مدفوناً تحت الرمال، ولم يكن ظاهراً منه سوى رأس فرعون. نبش الناس المعبد وقصوه لاحقاً ونقلوه إلى مكان أكثر أمناً وجمعوه مرة أخرى. الحرارة مرتفعة جداً في الصحراء أثناء النهار، لكنها تنخفض بسرعة أثناء الليل، والريح تعصف بشدة هنا. الناس الذين يعيشون هنا وهم من البدو يسافرون عبر الصحراء ويبيعون منتجاتهم للسياح. من ينخر هنا؟ إنه سيد الصحراء، الجمل الذي لا يضيع أبداً في الرمال. الظباء والضباع والذئاب والغزلان تعيش هنا أيضاً. ها قد رأيتم نهر النيل والصحراء، لكن ماذا عن البحر الأحمر؟ اقفزوا في الماء لاستكشاف الحيود المرجانية وأسراب السمك. إن مناظر رائعة تنتظركم في مصر، ليس تحت الماء وحسب، بل وعلى اليابسة أيضاً. قبل سفركم إلى هناك في عطلة، تعلموا كلمة إزيك، أي كيف حالك؟ إنها لن تفتح أمامكم الأبواب وحسب، بل قلوب المصريين كذلك.